Hi guys, اليوم حنجرب نعمل healthy cereal شفتها on TikTok. It's basically using Rice Krispie treats. فحقلكن إذا هي فلسفة أو عن جد طيبة. قصدي rice cakes مش Rice Krispie. حأخذ 3 rice cakes وحقطعن. هلأ منزيد عسل وكوكو باودر. أنا حأستعمل هيدا الهوت شوكليت مع بنانا. حأنقلن لهون. حزيد الكوكو باودر وعسل. ولازم نخلطهم. جربت اخلطهم قد ما فيه بس اذا بدكم يكون اكثر سكي عاد عسل. هلا بدي احطهم بالفرن. ححط حليب اول شيء. بحط ميلك بيفور سيريال. حزيد ستروبريز قطعين. هلا حزيد السيريال. تيست تست تايم. صراحه ما خصوا بالسيريال فبنصحكم ما تعملوا هالريسيبي.